أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة الحلقة مميزة ومختلفة. الفقرة الأولى هتكون طبية والفقرة الثانية هتكون فنية. فالفقرة الأولى هيتجدد اللقاء مع الدكتور الصديق الغالي الدكتور محمد مصطفى إسماعيل، أخصائي الجراحة العامة والمناظير، مدير مركز أهل الخير الطبي ومدير مركز المصطفى للجراحة ومدير مستشفى الخلفاء الراشدين التخصصي. وهنتكلم عن الغدة الدرقية وبعض المواضيع الطبية الهامة. وحابب أوضح شيء مهم قبل ما أخش الحلقة. الدكتور محمد مصطفى في فترة من الفترات احنا دعينا لمبادرة الكشف المجاني على غير القادرين من خلال برنامج حلم حياة، وكان الدكتور محمد مصطفى أول من لبى الدعوة دي، وكان برضو كلامي يعني المبادرة دي بدأتها من كلامي مع الدكتور محمد مصطفى في الحلقة السابقة، كان لنا حلقة مع بعض وعملنا مبادرة الكشف المجاني على غير القادرين. طبعا هو لبى الدعوة هو بعض الأطباء الكرام، وطبعا احنا رحنا صورنا في مركز أهل الخير الطبي. دكتور محمد أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت نورت البرنامج. ربنا يكرمك. طبعا انا بقى عايز ابدا معاك اول حاجه من عند مبادره الكشف المجاني على غير القادرين. احنا طبعا عملنا المبادره دي وحضرتك لبيت الدعوه وانت فعلا اشتغلت على المبادره ديت كتير، وعايزين نعرف بقى المبادره ديت وقفت لحد فين، وكان في اقبال وكان في ناس بتيجي ولا لا، وكشفتوا على حالات كتير وعملتوا عمليات ولا لا، وايه الجديد في المبادره دي؟ المبادره دي اللي كنا دعينا ليها من خلال البرنامج بتاع حضرتك بناء على وصيه الوالد، وكانت مدتها حوالي 10 أيام. استهدفنا فيها الفئات الغير قادرة، قدرنا نكشف. كان المركز عندنا بيستقبل أكثر من 300 حالة يوميا على مدار 10 أيام، وكان كل الموضوع ده فري بدون أي تكاليف. وطبعا تم التنسيق لإجراء بعض العمليات الجراحية للمرضى اللي كان لديهم إجراء جراحية المفروض إنهم يعملوا عمليات جراحية، أتمينا العمليات الجراحية دي خلصت على خير الحمد لله. يعني المبادرة ديت كانت كشف، كانت بتستقبل 300 واحد في اليوم على مدة 10 أيام. وكان في عمليات، يعني برضو عملتوا عمليات للناس الغير قادرين. بس تم التنسيق للعمليات دي بعد الايه؟ بعد الكشف طبعا. بعد الكشف والتشخيص. تمام. طيب حضرتك قلت لي ان في مبادرة جديدة ان شاء الله انت ناوي انك تعملها من اول 12. تمام؟ من اول شهر واحد ناوي انك تجدد المبادرة ديت تاني. فعايزك تكلمنا، هل المبادرة ديت هتكون في مركز أهل الخير الطبي ولا هتكون فين بالظبط؟ والله احنا يعني عمل الخير لا يقتصر في أي مكان، اللي عنده استعداد ان هو يعمل الخير هيعمله في أي مكان، ولكن احنا يعني يتجدد بينا اللقاء ان احنا نعمل للناس برضو خدمة لأهلنا. ان حضرتك عارف ان ظروف البلد ووضع الناس بقى أصبح صعب، فاحنا يعني تسهيلا على الناس برضو احنا نقدر نقدم لهم الخير في من خلال شغلنا. هو بصراحة دكتور محمد انت نموذج مشرف جدا لكل الاطباء، انت والاطباء اللي لبوا الدعوة. وانا بصراحة لما روحت المركز اهل الخير بصراحة شفت شيء مشرف جدا، في روح حب وروح تعاون على فعل الخير، كلكم بتعملوا الخير وانتوا حابين انكم بتعملوه، يعني مش متضايقين مثلا عشان مثلا انتوا بتعملوا الحاجة كده مثلا لشو او كده، انتوا بتعملوا العمل خالص لوجه الله. وبصراحة انتم نموذج مشرف جدا جدا جدا، وانا شاكر لحضرتك وشاكر لكل الاطباء اللي هم لبوا الدعوة والاطباء اللي كانوا في المركز تحديدا. يا استاذ احمد، عايزين نقول لحضرتك يعني ما كان لله زاد واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الله الله على الكلام الجميل، بصراحه عند حضرتك حق. العمل الخير هو اللي باقي، احنا كلنا هنزول كلنا هنروح، العمل هو اللي هيبقى باقي لينا، العمل هو اللي هيروح معانا. طيب احنا طبعا عشان ما نخرجش عن موضوعنا الاساسي، احنا قلنا هنتكلم عن الغده الدرقيه وهنتكلم عن بعض الاشياء. تمام، هنبدا من عند الغدد. اولا عرف لي ايه هي الغدد. تمام، وبعدين نبدا بقى نشرح الغده الدرقيه واحده واحده، بس نعرف الغدد اولا. هو الغدد عموما ده عباره عن عضو في جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الانسجه والخلايا، بيؤدي وظيفه معينه الا وهي افراز مركب كيميائي معين او هرمون. اذا كان الهرمون ده بيفرز في قناه فبتسمى الغده قنويه، واذا كان بيفرز في الدم مباشره بتسمى غدد صماء. عندنا مجموعة كبيرة من الغدد الصماء الموجودة في الجسم، بينظم عمل هذه الغدد غدة أساسية تسمى الغدة النخامية أو البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند دي بتنسق عمل بقية الغدد الصماء في الجسم، اللي منها الدرقية ومنها الفوقكلوية الكظرية، وفي عندنا نوع ثالث من الغدد اللي هو الغدد المختلطة، يعني بيفرز في الدم مباشرة وبيفرز في قنوات، دي بيسمى مختلطة زي مثلا البنكرياس. ده أنواع الغدد كتير جدا، ولو هنتكلم لو هناخد كل واحدة لوحدها
هنحتاج حلقات كتير جدا، فنمسك ايه بقى الغدة الدرقية كده مع بعض ونعرف ايه هي الغدة الدرقية ومكوناتها. الغدة الدرقية دي يا أستاذ أحمد هي أحد الغدد الصماء الموجودة في الجسم، وهي غدة مهمة جدا من حيث الوظيفة اللي بتقوم بيها. هي عموما بتتكون من فصين، فص أيمن وفص أيسر، بينهما نسيج غدي في النص كده، يعني بيسمى الإزمص أو البرزخ. يعني عندنا الغدة الدرقية بتتكون من 3 أجزاء رئيسيين: فص أيمن، فص أيسر، إزمص أو برزخ. لها امداد دموي طبعا خاص بها، هي موجوده في منطقه الرقبه امام القصبه الهوائيه. تمام. طب عايزين نعرف ايه وظيفه الغده الدرقيه، يعني وظيفتها ايه، بتعمل ايه في جسم الانسان؟ يعني يكاد يكون معظم خلايا الجسم ليها مستقبل لهرمون الثيروكسين. يعني معظم خلايا جسم البني ادم فيها مستقبل لهرمون الثيروكسين اللي مهم جدا. الهرمون دوت بيفرز من خلال الغده الدرقيه. يعني تمام. المين الهرمون ده فانكشن، اهميته ايه؟ المين فانكشن للهرمون دوت، او الهرمون ده رئيسي في معظم الاعمال الحيويه اللي بتقوم في الجسم، زي التمثيل الغذائي والميتابوليزم والانابوليزم، عمليه ايه تحصيل الطاقه عموما. هرمون الثيروكسين ده ليه وظيفه اساسيه فيها تنظيم ضربات القلب، تنظيم معدلات التنفس، التحكم في درجه الحراره بتاعه الجسم من خلال هرمون الثيروكسين. نكمل. طبعا ليه اهميه كبيره في النمو العصبي والعضلي، ليه علاقة كبيرة جدا بموضوع النمو والتطور. تمام. هنكمل وظيفتها، بس ناخد الاتصال ده معانا، اتصال ناخده وبعدين نكمل. الو، الو، ازي حضرتك يا استاذ شريف، نورتنا. الله يخليك يا فندم. والله اقدر اتكلم مع الدكتور محمد مصطفى؟ الدكتور محمد مع حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. والله كنا عايزين نسال بالنسبه للمبادره المجانيه، هل حضرتك هتكمل فيها تاني بالنسبه للمكان الجديد اللي حضرتك تقدر تفتحه؟ بامر الله يا استاذ شريف، في مركز المصطفى للجراحات هيبقى في مبادره جديده، ويكون مدتها شهر مش 10 ايام، بدايه مع السنه الجديده بامر الله. برضه لاهالينا الزهره والغلابه والكلام ده برضه زي المره اللي فاتت. لغير القادرين. تمام، معليك يا فندم. هتكون يعني مبادرة مجانية. نعم يا فندم. فري خالص، بدون أي تكاليف وبدون أي رسوم. إن شاء الله المبادرة هتكون مجانا لغير القادرين يا أستاذ شريف، زي ما احنا نوهنا في البداية، وأنا بشكرك جدا، وإن شاء الله تابع بس معانا وهتفهم حاجات كتير جدا. نكمل بقى اتفضل. عن وظيفتها، تمام، ومكوناتها. معاك الكاميرا وكمل. هي وظيفة الغدة الدرقية، الوظيفة الأساسية هي إفراز هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين يا أستاذ أحمد ده ليه علاقة أساسية بموضوع النمو والتطور، ليه علاقة بانتظام معدلات ضربات القلب ومعدلات التنفس، تنظيم درجة حرارة الجسم. معروف إن درجة الحرارة بتاعة الشخص بتفضل يعني عند بالانس معين أو عند توازن معين، لا بتعلى ولا بتنزل إلا إذا أصاب الجسم أي مكروه. تمام. فالمسؤول عن العمليات دي كلها هرمون الثيروكسين والغده الدرقيه. تمام. بتبقى فين بقى في جسم الانسان الغده الدرقيه؟ موجوده في الرقبه امام القصبه الهوائيه. الرقبه؟ اه، معلومه جديده قوي دي. يعني مش معلومه جديده ولا حاجه يعني. لا، معلومه جديده بالنسبه للناس الايه العاديه اللي هم مش متخصصين، يعني ان في غده في الرقبه، فمعلومه بالنسبه للناس المتخصصين. ده مجموعه كبيره جدا من الغده، مش الرقبه دي فيها غدد كتير جدا. تمام. من ضمنها الغده الصماء الدرقيه، يعني في غدد لعابيه في منطقه الرقبه، في غدد لمفاويه في منطقه الرقبه، كل ده في الرقبه. تمام. طيب قول لي بقى، الغده دي ايه اكتر الامراض اللي بتبقى شائعه فيها؟ يعني فيها امراض بتبقى شائعه كتير اكيد طبعا، قول لي هي ايه اكتر الامراض الشائعه في الغده دي؟ هي على حسب وضع الغدة، الغدة دي ممكن هي بتفرز هرمون الثيروكسين اللي بيعمل البالانس اللي أنا قلت لحضرتك عليه، فإذا حصل فرط في إفراز هذه الغدة بيصيب الإنسان ببعض الأمراض، وإذا حصل خمول أو كسل لهذه الغدة بيصيب الإنسان بمجموعة تانية من الأمراض نتيجة لنقص الإيه؟ لنقص الثيروكسين. تمام. إمتى بيحصل زيادة في الإفرازات؟ وإمتى بيكون في ضعف في الافرازات؟ هو بيحصل فرط في افراز الغده الدرقيه ممكن يكون نتيجه التهاب مناعي حصل في الغده الدرقيه، وممكن يكون نتيجه ورم حصل في الغده الدرقيه، وممكن يكون نتيجه لخبطه لبعض الهرمونات الحيويه اللي موجوده في الجسم بتؤدي الى فرط افراز او كسل في افراز الغده الدرقيه.
والغده الدرقيه دي في افرازها للثيروكسين بيكون عن طريق تنظيم ما بينها وبين الغده الاساسيه اللي هي النخاميه في المخ عن طريق هرمون اسمه التي اس اتش او الثيرويد ستيميليتنج هرمون، الهرمون المنبه للغده الدرقيه للايه؟ لانها تفرز الثيروكسين ده. تمام. طيب انا دلوقتي واحد مثلا تعبان وعنده مثلا زياده في الافرازات او انخفاض في الافرازات، ايه الاعراض اللي بتبان عليه ويعرف ازاي، ولا لازم يبقى شخص طبيب يروح لطبيب متخصص يشخص الحاله؟ لا هو يعني في علامات بدائيه بيقدر يلاحظها الشخص نفسه، يعني الشخص اللي يتعرض لزياده او هايبر ثيروديزم، هايبر ثيروديزم يعني زياده في افرازات الغده الدرقيه، بيظهر عليه بعض الحاجات طبعا زي من خلال وظيفه الثيروكسين، من خلال وظيفه الثيروكسين اللي قلنا ان هو بيعمل التمثيل الغذائي، بينشط حركه الهضم الكلام ده كله، فبالتالي لو حصل زياده في افراز الثيروكسين دوت التمثيل الغذائي بتاع الجسم هيزيد جدا، معدلات الميتابوليزم والحرق والامتصاص هتزيد جدا، فبالتالي هيحصل للشخص دوت نقص كبير جدا في الوزن، رغم ان الشهيه بتاعته للاكل بتكون مفتوحه جدا، يعني هو بياكل كويس ومع ذلك في نقص في بينزل. الوزن. تملي بيحس بايه؟ بيكون شخص عصبي. هنا انخفاض لا هنا زياده. هنا زياده. شخص عصبي متوتر جدا، دايما باعتبار ان الغده الدرقيه كانت بتنظم الحراره فاصبح في افراز زياده، فبالتالي الحراره هتزيد. الشخص هيحس ان هو على طول تملي عرقان، تملي سخن، مش طايق الجو، حران حتى في الشتاء. تمام. تمام؟ يعني بيحصل في بعض الحالات جحوظ للعينين، بيحصل في بعض الحالات تضخم في الغدة الدرقية وتضخم في الرقبة. كل ده في زيادة في الإفرازات. زيادة الإفراز، انخفاض بقى الإفراز. انخفاض إفرازات الغدة الدرقية هيحصل العكس، العكس إزاي؟ عندنا هرمون الثيروكسين مسؤول عن جسمه بيمتلج. هيزيد. هيزيد في الوزن، كويس جدا، برافو عليك، هيزيد جدا في الوزن رغم ان هو ممكن ما يكونش بياكل. هيكون داخل في نوبات من الاكتئاب، الشخص الاولاني اللي عنده زياده عصبي على طول متوتر. الشخص اللي عنده انخفاض في مستوى الثيروكسين او انخفاض في مستوى افرازات الغده الدرقيه بيكون شخص على طول مكتئب، قاعد لوحده، بيحصل له تساقط للشعر، جفاف في البشره. كل ده من انخفاض الافرازات. من انخفاض الغده، وكمان انخفاض معدلات الغده الدرقيه في الطفوله بيؤدي لنوع من التخلف العقلي، لان الثيروكسين دوت في فتره الطفوله لابد ان يكون الجسم معدلات الثيروكسين بتاعته كويسه، والا مش هيحصل تطور للنمو العصبي، وبالتالي هيحصل عند الطفل ده نوع من الايه؟ التخلف العقلي. واثبتت التجارب والفحوصات والابحاث في المجال دوت ان السبب الاشيع او اكتر سبب موجود للتخلف العقلي هو لخبطه او انخفاض في افرازات الغده الدرقيه، والذي يمكن تفاديه. يعني اسباب كتير من التخلف العقلي احنا ممكن نتفاديها، نتفاديها بايه؟ بفحص. عندنا وزاره الصحه بتعمل في يعتبر في اول اسبوع فحص لهرمونات الغده الدرقيه من اول اسبوع للولاده، المعروف عند الامهات كلها التحليل بتاع كعب الرجل. كل ده من يعني الغده الدرقيه يعني لها اهميه كبيره جدا في طبعًا. الجسم، يعني مسؤوله عن حاجات كتير جدا طبعا، وكل الخلايا ما عندها مستقبل لهرمون الثيروكسين. ويعني برضو حضرتك كطبيب هتوجه نصيحه مثلا لاي حد مثلا بيعاني مثلا من زياده الوزن المفرطه، من الانخفاض في الوزن بدرجه يعني رهيبه جدا، لازم يروح لطبيب ويشخص الحاله، عشان مثلا ممكن يكون ده نتيجه مشكله كبيره جدا ولكن هو مش واخد باله، ولا ايه راي حضرتك؟ طبعا يعني لما المريض يبدا، احنا مش ما بندعوش الناس الى القلق، ولكن بندعو اذا حصل عندها اي مشكله، مثلا زياده كبيره في الوزن في فتره صغيره جدا، او انخفاض كبير في الوزن في فتره صغيره جدا، اصبح الشخص عصبي متوتر مثلا مرهق في يعني من اقل مجهود ممكن يحصل له ارق، يعني مش واحد شغال طول النهار وبيقول اصل انا بتعب بالليل، ما طبيعي، لكن الارق الغير مبرر. تمام. معانا مداخلة أخدها وبعدين نرجع نكمل الحديث. اتفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا حاج رجب؟ أنا بحيي الدكتور محمد وبحيي قناة صحة وجمال وجميع العاملين في قناة صحة وجمال. ربنا يحفظك يا فندم. ربنا يبارك فيك، أنتوا عملتوا كم مساعدة، خلي بالك من الصعيد وبتفيدونا بصراحة من أهل الله. ربنا يحفظك. عندي سؤال للدكتور. اتفضل. يا دكتور، معايا بنتي حامل ودروك عليها في الشهر الاخير.
تمام. وبعد كده بتاخد برشام الغده اللي هو ال50، مش هقول لك على اسمه انا طبعا، نوع 50. فهنا انا البرشام ده ما لهوش خالص خالص. تمام. فالدكتور بيقول لي بيعمل عمليه اختناق للطفل، هل الكلام ده صح يا دكتور ولا لا؟ تمام تمام يا استاذ رجب، الله يبارك فيك. الدكتور هيرد على حضرتك حالا. الهرمون السيروكسين او اللخبطه ممكن تحصل فعلا اثناء الحمل، ولكن متابعه الفحوصات هي اللي بتقول لنا ان الهرمون ده هنقدر نكمل بيه او ما نكملش، من خلال متابعه فحصيه معمليه. فهي حاليا المريضه في الشهر التاسع المفروض نعمل لها تحليل تي 3 وتي 4 فري تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. فانا بدعو الحاج اللي كان لسه معانا من داخله من شويه يعمل لها الفحوصات دوت ويبعتها لنا على صفحه البرنامج، واحنا دلوقتي معانا الارقام بتاع الدكتور عليها الواتس ومعانا صفحات الفيس، فممكن حضرتك تتواصل معاه من خلال الارقام دي وتبعت له التحاليل، او ممكن تنسق معاه لو حضرتك حابب مثلا زياره للعياده بتاعته او المركز، من خلال الارقام تقدر تتواصل مع الدكتور. نرجع بقى ونكمل النمو والغده الدرقيه. تمام. في علاقه بين النمو والغده الدرقيه ولا لا، بخصوص ما حضرتك اتكلمت عن النمو؟ طبعا في علاقه اساسيه. بقول لحضرتك ان هرمون النمو نقصه في فتره الطفوله بيؤدي الى انواع خطيره جدا من التخلف العقلي. عشان كده زي ما قلت لحضرتك لسه بنوه عن ان لازم فحص مبكر لموضوع الغده الدرقيه في الاطفال. ده اصبح يعني حاليا بقى روتين. والطفل رايح يتسجل في الصحه بيتعمل له تحليل تي 3 او وظائف الغده الدرقيه عشان نشوف هل الغده وضعها كويس لا وضعها مش كويس، عشان نتفادى موضوع نقص الهرمون دوت، لان الهرمون السيروكسين ليه علاقه بالنمو العصبي والعقلي والعضلي عند الطفل. فنقصه بيؤدي طبعا الى نوع انواع كثيره جدا من التخلف العقلي، واللي يمكن تفاديها خاصه وان علاج الغده يعني اصبح سهل جدا، يعني سواء فرط في افراز او انخفاض في افرازات الغده الدرقيه. طب بخصوص ما حضرتك قلت ان ممكن الغده الدرقيه مثلا يخلي مثلا الطفل عنده تخلف عقلي، تمام، هل بقى دلوقتي المشكله دي ما اتعالجتش والواحد وهو طفل وهو صغير، هل الغده الدرقيه ممكن لما يكبر تتعالج، يعني بعد سن مثلا ال 20 او حاجه، ولا خلاص كده ولا هيكون؟ مش خلاص هيكون عدى، بس هيكون اوريدي الولد اصبح اقل من اقرانه. يعني مثلا انت بتقول واحد عنده 20 سنة ده يعني في الجامعة، هتلاقي مستوى النمو العقلي بتاعه مثلا زي حد في اعدادي، زي حد في ابتدائي. الموضوع هيتعالج، ولكن فوتنا على الشخص مدة من الوقت مقارنة بأقرانه. يعني هيتعالج وكل حاجة، هيتعالج بس بنسبة. هيكون فاته طبعا. فاته كتير. معانا مداخلة للدكتور محمود وهرجع لحضرتك. دكتور محمود اهلا بحضرتك. اهلا اهلا استاذ احمد، صباح الخير. صباح الورد، شرفت ونورت البرنامج. صباح على كل اللي موجودين، صباح على حضرتك الاول وعلى الدكتور محمد الزميل العزيز. دكتور محمد مع حضرتك. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور يا سياده الباشا، ربنا يكرمك. منور الدنيا يا حبيبي. نورك يا باشا واسعدتنا بسماع صوتك حبيبي. دكتور محمد بارك لك طبعا على مركزك الجديد ان شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك، وده بفضل مجهوداتك بفضل مجهوداتك معانا يا باشا والفريق الطبي المعاون. تسلم يا دكتور محمد. احنا بنشكرك جدا يا دكتور محمود. الله يكرمك. دكتور محمود اخصائي العظام، الزميل العزيز. تعبت وانا يعني قبل الهواء قعدت اساله في اسئله كتير جدا على العظام وحاجات كتير جدا. طب نرجع بقى، يعني هو هيبقى بنسبه معينه، يعني بنسبه معينه هيتعالج ولكن بنسبه معينه. تمام. طيب في اورام شائعه بتبقى في الغده الدرقيه ولا لا؟ هو طبعا انتشار الاورام في الوقت الحالي ده اصبح يعني كبير جدا سواء في الغده الدرقيه او غيرها، ولكن نسبه الاورام الخبيثه اللي موجوده في الغده الدرقيه يمكن مثلا بحوالي 5 إلى 10%. النسبه دي يعني يمكن زادت كتير جدا في الوقت الاخير، وده بيرجع لاسباب كتير جدا، من ضمنها التلوث البيئي، من ضمنها التلوث الاشعاعي. يعني نقدر نقول حتى بعد موضوع تشيرنوبل والكلام ده يعني زادت معدلات السرطان خاصة في الغدة الدرقية. لما بنعمل أبحاث سرطان يعني بتوصل لدرجة السرطان، زاد نسبة السرطان. ولكن السرطانات في الغدة الدرقية من الحاجات اللي سهل يعني علاجها
مش موضوع خطير اذا كان الموضوع في بدايته. تمام. طيب التضخم الغده الدرقيه، في تضخم للغده الدرقيه ولا لا؟ وايه علامات التضخم؟ التضخم في الغده الدرقيه مع اي تضخم يعتبر ورم. تضخم في الغده الدرقيه ده ممكن يكون تضخم نتيجه لشغل كتير على الغده، الغده اصبحت بتفرز كتير فتضخمت في الحجم. وممكن يكون نتيجه يعني ايه ورم. اي تضخم بيتشخص بيعتبر ورم. اي تضخم في الغده. ازاي بقى الواحد يتفادى التضخم ده الورم ده؟ يعني اذا يتفادى حدوث مضاعفاته، يعني احنا مثلا اذا لقينا ان في كتله اصبحت في الرقبه ولكن مثلا ما فيش اي عرض اكلينيكي ظاهر على الشخص، زي الحاجات اللي قلنا عليها مثلا زياده في ضربات القلب، معدلات التنفس، الحراره اصبحت مش مظبوطه، اصبح مثلا الشخص عصبي شويه، ممكن نعمل فحص لهرمونات الغده الدرقيه الفري تي 3 والتي 4 والتي اس اتش نشوف نسبهم اخبارها ايه. لو كويسة بنبدأ بعد كده نتوجه للتصوير الطبي. بالنسبة للرقبة بنعمل حاجة اسمها موجات صوتية على الرقبة، بنشوف محتوى الغدة الدرقية اخباره ايه، الدنيا اخبارها ايه. لو طبيعي خلاص ما فيش اي مشكلة، لو في اي نتوءات، في اي مشاكل، في اي تكيسات، بنبدأ احنا ساعتها نفحص المريض ونشوف ايه الحاجة اللازمة، وهل ده ممكن يكون تضخم طبيعي ولا في اي مشاكل. لو في اي مشاكل بنبدا نتدخل فيها سواء جراحيا او بالعلاج. تمام. طيب الغده الدرقيه ليها يعني الواحد ممكن ياكل اطعمه معينه تحسن من سلامه الغده الدرقيه ولا لا؟ طبعا الغده الدرقيه الشغل الاساسي للثيروكسين على حاجه اسمها اليود. فاحتواء الاطعمه على اليود ده يعني مهم جدا لسلامه الغده الدرقيه. اطعمه زي ايه اللي بيبقى فيها اليود؟ هو اكتر حاجه. وايه هو اليود؟ اكتر حاجه غنيه، ده مركب كيميائي عموما اليود دوت. بيدخل في تكوين التكوين الكيميائي للثيروكسين. الثيروكسين دي اكتر من شكل، شكل مرتبط بالبروتين وشكل فري في الدم. الايودين ده او اليود ده مهم جدا لموضوع الغده الدرقيه ولتكوين الثيروكسين. وكمان اليود المشع ليه اهميه عندنا في تشخيصات طبيه بالنسبه بالنسبه للاورام ومدى تشبع الغده بالايودين. لما نعمل المريض مثلا مسح ذري على الغده الدرقيه لو احنا قلقانين من اي ورم او كده. في اجراءات معينه جراحيه بتتاخد في حال مثلا ورم معين للغده الدرقيه ولا كله ممكن يبقى بالعلاج؟ لا، مش في كل الحالات بيحصل فيها. عندنا مثلا الاجراءات الجراحيه في الغالب بتبقى يا اما نتيجه ورم في الغده الدرقيه يا اما نتيجه فرط افراز. يعني ممكن احنا نضطر ان احنا نشيل الغده الدرقيه وهي اصلا ما فيهاش ورم. ليه؟ نتيجه تتشال خالص؟ تتشال خالص او جزء منها. تتشال خالص الغده الدرقيه او جزء منها. هي مهمه جدا لجسم الانسان، عشان كده حتى بعد ما نشيلها لازم ندي حاجه معوضه للثيروكسين. تعوض بديل. طبعا احنا قلنا ان كل الخلايا الجسم فيها مستقبلات للثيروكسين، اذا الثيروكسين مهم لكل خلايا الجسم. فاذا حصل ان احنا استعصينا الغده الدرقيه لازم ادي حاجه استعاضيه. ولكن قبل ما اشيل الغده الدرقيه لفرط الافراز بندي الاول حاجات تكسر الهرمون اللي هي بتطلعه الزياده ده. اذا فشلنا مثلا في العلاج ده لمده معينه بنبدا نقترح على المريض نشيل الغده الدرقيه. ولو في ورم في الغده الدرقيه طبعا بنبدا احنا نتحرك في اجراءات، اولها الفحص الاكلينيكي، بعدها الفحص بالتحاليل الطبيه، بعدها الفحص التصوير الإشعاعي، بعمل سونار على الرقبة، بعمل مقطعية على الرقبة أو مسح ذري في بعض الحالات، وبناء عليه بناخد القرار سواء استئصال جزء أو كل الغدة الدرقية. موضوع الغدة الدرقية يعني كبير جدا طبعا. يعني الموضوع كبير هنتكلم فيه يعني مش هيكفينا يعني حلقات. هو احنا معانا اتصال ناخده وبعدين نرجع مع حضرتك. ألو فهم. صباح الخير على الاعلام الجميل الاستاذ احمد عساف وعلى ضيفه الكريم صديقي الدكتور محمد مصطفى. صباح النور يا فندم، نورتنا وشرفتنا. دكتور احمد الكاشف. الدكتور محمد مع حضرتك. اهلا وسهلا. بهني وبارك للدكتور على ان شاء الله افتتاح المركز الجديد. انا زي ما سمعت يعني انه ان شاء الله على اول السنه الجديده ان شاء الله يكون صرح طبي كبير ان شاء الله، ودايما يعني اهالي دار السلام والمنطقه اللي حواليها بيستفيدوا دايما جدا من الدكتور محمد، وان شاء الله يكون يعني فتحة خير عليك ان شاء الله دكتور. ان شاء الله دكتور احمد بوجودك معانا. بنشكرك يا دكتور احمد، شرفتنا ونورتنا، بنشكرك. دكتور محمد، هو بصراحه الوقت انتهى بالمداخله تمام. ولكن كلنا دلوقتي عايشين
وخايفين يعني من فيروس كورونا. كلنا عايشين في يعني في فيروس كورونا ده كلنا عندنا يعني ايه خوف منه. اكيد بخوف العالم كله. العالم كله في نفس الوقت بيقولوا ان في موجه ثانيه جايه لفيروس كورونا. هل الكلام ده حقيقي؟ الموجه الثانيه بالفعل بدات ولا لا؟ هي الكورونا لم تنتهي حيث تبتدئ، يعني الكورونا كانت وما زالت، ولكن قالوا انها قلت شويه، يعني هي حده المرض كانت قلت شويه، ولكن احنا بنقول لاهالينا اننا يبداوا ياخدوا احتياطاتهم، لان بالفعل في موجه ثانيه حاصله للمرض وموجه عنيفه اعنف من الاولانيه يعتبر، وده مش مدعاه للقلق قد ما مدعاه ان احنا نطمن بعضينا وان احنا نبدا ناخد الاجراءات الاحترازيه ونبدا ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على اهلنا، لان يعني الموجه جايه بشكل يعني غير الاولاني خالص، يعني كانت الاول يمكن بتبدا باعراض تنفسيه، دلوقتي بتبدا باعراض جهاز هضمي. ربنا يسترها. وللاسف احنا للاسف ما عندناش الوعي الكافي، او بمعنى اصح احنا في ناس كتير جدا مستهتره بالموضوع ده، يعني ناس كتير جدا مستهتره، ما تلاقي الناس كلها دلوقتي عادي يقول لك كورونا يا عم كورونا والكلام ده، المهم بس عشان الوقت انتهى. انا بشكر حضرتك جدا وشرفتني ونورتني، وكنت اتمنى انك تكون معايا اكتر من كده، ولكن الوقت، وبشكرك جدا، والحلقه الجايه ان شاء الله نبدا من عند كورونا نكمل كورونا. شكرا دكتور محمد، شرفتنا ونورتنا. اعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت الفقره الاولى مع الدكتور محمد، وانتظرونا في الفقره الثانيه هتكون مفاجاه جدا، لان هيكون معانا نجم من نجوم الكبار، فنان كبير جدا، وهو الفنان احسان الترك. انتظرونا في الفقره الثانيه، اوعوا تروحوا اي حته ثانيه.